السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يعقوب تيك، نتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وموضوع جديد. في هذا الفيديو راح نحكي على أسعار بعض الهواتف في المحلات الجزائرية. طبعا راح نحكي على أسعار الهواتف المقصودة من طرف الجزائريين. ويجوني تساؤلات بزاف، أسكو نشرو هواتف في هذه الفترة؟ أسكو تهبط الأسعار؟ علاش الأسعار زايدة؟ كما على بالنا الأسعار زادت بزاف بزاف في هذه الفترة. راح نعطيكم نصيحة في آخر الفيديو بإذن الله للناس اللي حابين يشروا هواتف في هذه الفترة. المهم خاوتي ما تنساوش تدعمونا اسفل هذا الفيديو بلجام، نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو 500 جام خاوتي على بالي نقدروا لها. واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله. ما نطولش عليكم فلنبدأ في الاسعار على بركة الله. نبدأ أولا بهواتف ريدمي. لدينا هاتف ريدمي نوت 8 بسعر 41000 دينار جزائري، أما هاتف ريدمي نوت 8 برو فهو بسعر 54000 دينار جزائري، أما نسخة 64 جيجا فهو بسعر 50000 دينار جزائري، أما هاتف ريدمي 8 فهو بسعر 35000 دينار جزائري، وهاتف ريدمي 8A فهو بسعر 30000 دينار جزائري، أما هاتف ريدمي 7A فهو بسعر 24000 دينار جزائري. نأتي الآن إلى هاتف ريدمي نوت 9S فهو بسعر 61000 دينار جزائري، وهاتف ريدمي نوت 8 تي فهو بسعر 42000 دينار جزائري. هذه هي هواتف ريدمي المقصودة من طرف الجزائريين. ننتقل الآن إلى بعض الهواتف الأخرى. لدينا هاتف هواوي إيكراك 6S بسعر 32000 دينار جزائري، وهاتف أوبو A5S فهو بسعر 29500 دينار جزائري، أما هاتف أوبو A12 فهو بسعر 32500 دينار جزائري، وهاتف أوبو A31 فهو بسعر 41000 دينار جزائري. ونختم بهاتف جالاكسي A10S بسعر 32000 دينار جزائري، بحيث يمكن أن تختلف الأسعار من محل لآخر بفارق صغير ممكن أن يكون 500 دينار جزائري. الان خاوتي راح نمد نصيحه للناس اللي حابين يشروا هواتف في هذه الفتره. انا نقول لك اخي العزيز ما تشريش هاتف في هذه الفتره اذا عندك هاتف ديباني به، يعني حتى تهبط الاسعار، باسكو راح تهبط الاسعار قريبا ان شاء الله، ورايحه تدخل هواتف جديده بمواصفات جديده وباسعار اقل واقل. مثلا اذا شريت انت هاتف ب 4 ملايين و200 وهو يدير ب 3 ملايين و200 رايح تخسر مليون اخي العزيز. اذا انا ننصحك ما تشريش هاتف هذه الفتره، اصبر ديباني بالهاتف اللي عندك، واللي ما عندوش هاتف ما نقول لك اصبر شويه اخي العزيز حتى تتريقل الامور وتتريقل الاسعار باذن الله، لانها ما بقاش بزاف وتتريقل الاسعار باذن الله. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا اسفل هذا الفيديو بلجام. سلام.